هل ما تطالب به الأستاذة فريدة الشوباشي خارج عن العدل؟ مش عادل، مش مطلب عادل؟ وطبعا موضوع اللي احنا بنناقشه النهارده، بس احنا مخصصينه بعملية المدارس، لكن هو موضوع عام أثير بأشكال مختلفة. تمام. عن طريق الدعوة إلى مظاهرات، عن طريق الإعلام، وسائل الإعلام، كل دوت الدعوة إلى عدم الالتزام بتشريع الله. ليه؟ لأن هناك فرق بين النقاب وبين الحجاب. الذين يرفضون الحجاب مطلقا ينظرون إلى كلمة القرآن الكريم، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الكلام دوت مخاطب به زوجات النبي رضوان الله عليهن، وكل الآيات ديت عبارة عن بيان أداب التعامل داخل بيوت النبي. ونزلت بقى آية إن زوجات النبي بالذات لهم خصوصية، إن هم لما يكلموا حد يكلموه من وراء حجاب. فالحجاب هنا بمعنى الساتر بين شيئين، واخد بال حضرتك؟ ولما نلاحظ الألفاظ التي جاءت ذات صلة بهذا اللفظ، نلاقي إن القرآن الكريم لم يأتي إلا بلفظ الحجاب ولفظ الخمار ولفظ الجلباب، لم يأتي بمرة واحدة ولا مرة واحدة بلفظ النقاب. لأن النقاب بمعنى تغطية الوجه، هناك آيات قرآنية قطعية الثبوت والدلالة تنفيها تماما. طيب ده تمام، واخد بالك؟ ده فيما يخص النقاب. فاللي حصل ان هم اتلخبطوا في الناحية دي، في الاختلاط بين المفهومين. والمفهوم الثاني كلمة ايه نقول؟ الحجاب فرض. واخد بالك؟ هو مش فرض؟ لا، واجب. هم ينظرون الى فرض، اللي هم يعترضون على الحجاب على انه فرض زي الصلاه او الركن من اركان الاسلام. تمام. الركن من الاركان، يقولوا هم الفروض ما تطالب به، ما تطالب به الاستاذه فريده كيف ترينه؟ يعني انا اولا احنا عندنا سن التكليف بالاحكام الشرعيه البلوغ والعقل والاسلام. فإذا حدث البلوغ عن طريق بالنسبة للفتاة هو نزول الدورة الشهرية، وبالنسبة طبعا للذكر معروف البلوغ إزاي. فبمجرد ما نزلت هذه العلامات صار الطفل أو الطفلة اللي نزل اللي فيهم هذه العلامات مكلفين بأحكام الشرع. أيوة، بس مش في الحضانة. لا، أنا لا دكتورة بتضخم، ابتداء من سن البلوغ. وليس قبل ذلك اطلاقا. طيب. الا ان بعض الاسر، حاضر يا بعض الاسر بيقولك عشان نعودهم. نعود قبل ما يدخلوا السن اللي هو الواجب فيه. استاذه فريده بتضحك. فطبعا ده يعني طبعا كبت للطفوله. ومش كبت بس، اعتداء اعتداء على انسانيه الطفوله. ولو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز التكليف من قبل كده كان قال من قبل كده. صحيح. فإحنا دلوقتي أنا ضد المدارس الحضانة والكيجيوان والكيجيدو إلى سنة ستة ابتدائي. تمام. إلى ستة. طيب أنا عندي سؤال في هذا السياق، بس طبعا أنا عندي سؤال فضل. للدكتورة، ستة ابتدائي تفرضي عليها الحجاب؟ أيوة، أفرض. طالما بالغة، طالما يعني بلغة. إحنا بقى دولة ملالي، إحنا دولة دينية، إحنا مش دولة مدنية. لا، هقول لحضرتك، لا مفرضش، انت بتاخدي تشريع. لا رب العزة، ربنا اللي فوقينا كلنا، قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا علاقة له بالإيمان. يبقى انت تيجي ترغمني ان انا ألبس زي معين؟ ما فائدة يعني؟ خليني بس افهم اللي قالته الدكتورة سعاد. دكتورة سعاد، حضرتك يعني ايه؟ احنا في مجتمع، احنا دولة افريقية والبنات بيصلوا سن البلوغ يعني نسبيا بدري شوية. بدري. يعني مثلا ممكن تلاقي واحدة في الاعدادية يعني اول اعدادي تاني اعدادي بلغة. هل دي يجب ان تلبس الحجاب؟ يجب على ابيها وعلى امها أن تعرض عليها صورة الحجاب. أيوة، يعني مش فرض. ما هو ده كان سؤالي بقى. لا بقى هقول لحضرتك، هو فرض ليه؟ لأن ربنا جاب التشريعات الإسلامية دي ليه؟ عشان تكون منهج لنا في الحياة. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، قضى الله فين؟ قضى الله في سورة، أول سورة النور. سورة النور قال لك إيه؟ سورة أنزلناها
خلي بالك بقى الكلمه الجايه، وفرضناها انزلناها. عمر ربنا ما قال على سوره من سور احنا انزلناها. معروف ان ربنا انزل القران الكريم كله، لكن جاء عند سوره النور وخلى الايه الاولى لها سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. يبقى قول لي بقى معنى كده. جت بعد كده بقى في سوره النور ايات الخمار وتغطيه الراس وغض البصر وكل الاداب اللي بتنظم المجتمع. طيب سؤال يا دكتوره سعاد، هل حضرتك شايفه انه بعد ما الفتاه تبلغ يفرض عليها الحجاب؟ يعني الفتاه تلبس الحجاب لمجرد انه اسرتها ابوها وامها بيقولوا لها لا حجاب، ولا تلبس الحجاب على قناعه؟ لا، هي مقتنعه انها تتحجب فتتحجب. اسلوب ترغيب وتدرج. يعني انا مع التدرج، بمعنى اذا كانت البنت في السن اللي كانت بتلبس مثلا الباضيات العريانه مش عارفه ايه وبتاع، ابدا اخليها ايه تلبس حاجات بنص كم، ابدا بكم، ابدا اخلي الشورت بدل ما يكون شورت كده، مش مره واحده. لان برضك الطفل في العهد اللي احنا فيه ده، طفل بقى الكمبيوتر والفيسبوك والكلام ده، لا ما يتفرضش عليه حاجه خالص. لابد من اسلوب التربوي يكون قائم على الترغيب والتدرج. طيب. في التشريع.